بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجديد في الساحة والمهم فقط كالعادة. هنتكلم عن العراق وهنتكلم عن تركيا وهنتكلم عن تحالف تركيا باكستان اللي دلوقتي بقى ظاهر تماما، وهنتكلم عن تقرير إسرائيلي هو صدر بالفعل بيتكلم عن هذا الموضوع. هنتكلم عن هذه المسائل وهنتناولها بالتحليل، وهنأخذ في الاعتبار ماذا يدور في غرف المخابرات المظلمة. يعني مش هناخد الخبر من الناس ونقوله، لكن هناخد الخبر من الناس ونقول مدى صحته ونقول ايه هو اللي وراه وايه هو المقصود. قبل ما ابدأ معاكم يا جماعة في الموضوع دوت، عايز افهمكم حاجة مهمة جدا، لان بتجيني تعليقات كذلك حقيقة في منتهى السذاجة. يعني الناس متوهمة ان الدنيا ماشية وان في قانون وفي قانون دولي والعالم مش هيرضى مش عارف ايه وان هناك كذا. بأمرت ايه؟ الشواهد ايه هي اللي بتدل على هذا الكلام؟ يا جماعة العالم فوضى بمعنى الكلمة، يا جماعة العالم ما فيش مكان للضعيف، يا جماعة لو في قانون دولي ما كانش حصل في سجون العرب اللي بيحصل، كانت الناس التانية هبت الى نجدتهم. يا جماعة لو في العالم قانون دولي ما كانش حصل موضوع جوانتانامو، وما كانش حصل الجيش الاسترالي اللي راح جاب الافغان المساكين اللي هم ما لهمش علاقة بحرب ولا بحاجة ويدبح فيهم ويخلي جنوده يقتلوهم عشان يتمرنوا على القتل. يا جماعة لو في قانون دولي في العالم ما كانش الحاجات دي حصلت. ممكن تقولوا لي هم عملوا ايه مثلا لما طلع رئيس اركان الجيش الاسترالي واعترف بان هم يعني في جنود اتمرنت على قتل مدنيين وكده، وفي الاخر يقول لك احنا بنعتذر عن الموضوع. بنعتذر ايه؟ ما انت اللي عامل الموضوع اصلا وانت اللي مرتب الموضوع ده. هو لما الصحافة كشفتهم اضطر ان هو يطلع يقول اي كلمتين عشان يهدي الرعاية بتوعه في استراليا، مش عشان خاطر خايف على مشاعرنا ولا خايف على كرامتنا ولا كده. يا جماعة العالم فوضى بكل ما تعنيه الكلمة. لما دولة بتحب تغزو دولة بتجيب أكاذيب، زي ما جاء جورج بوش الابن وعمل في العراق وقال لك صدام عنده نووي وصدام على علاقة بالقاعدة، والجماعة بتوع الطاقة الذرية ولجنة التفتيش تقول له مفيش مفيش. وهنا في بريطانيا قتلوا الرجل اللي كان مشارك في البتاعة في اللجنة وقالوا ان هو انتحر، والرجل لا انتحر ولا حاجة، مراته بتقول معنوياته مرتفعة دايما، وبليكس بتاع استراليا هددوه ومش عارف مين. فوضى عارمة يا جماعة. ازاي انتوا تعتقدوا ان هناك قانون دولي؟ ازاي في قانون دولي وتيجي امريكا تروح داخلة دولة زي افغانستان كده تخرب فيها وترطع فيها وتعمل فيها وتسوي فيها؟ وقبليها الاتحاد السوفيتي عمل انيل وانيل من كده، صح الله عز وجل هزمهم. بس انا مش موضوعي دوت، انا موضوعي ابين لك ان في فوضى. انت لازم تركز في فهمك للسياسة العالمية على امور. اول شيء، هذه الممالك الجبارة مش حاطة في دماغها اي حاجة، هي بتطبق قاعدة القوة تفرض الواقع وتحميه. خلاص ما عندهمش حاجة، ادام هو قوي بيعمل كل اللي هو عايزه. لما ما يعملش حاجة وتعرف انه مش قادر عليها، ومش بالضرورة ان هو يكون مش قادر عليها من الناحية العسكرية، ممكن من الناحية العسكرية قادر عليها لكنه خايف من ردات الفعل التانية. يعني خايف يخش يحتل بلد وبعدين تحصل عليه مقاومة وتيجي القوة العظمى اللي هي ضده تدعم المقاومة ويبدأ يخش في حروب استنزاف وبعدين يغرق في مستنقع زي ما الامريكان عملوا في الاتحاد السوفيتي في افغانستان. بيبقى خايف من امور زي كده، مش بيبقى هو يعني متورع. عملوا ايه الامريكان لما دخلوا في المانيا؟ عملوا ايه الالمان لما دخلوا في فرنسا؟ يا جماعه العالم، الاخوه بعض الاخوه المتدينين اللي هم زي حالاتي بيظنوا ان هؤلاء بيدبحوا فينا لان هم كفار واحنا مسلمين. الصوره دي خاطئه. هم طبعا لما تيجي انت تشوف التاريخ هم بيدبحوا الكفار وبيدبحوا المسلمين، مش ساكتين. يعني لما تيجي انت تلاقي جبابرة الارض موسوليني وهتلر والولد التاني ستالين والواد التاني اسمه ايه دوت ماركس، وتلاقي في كل جورج الخامس في بريطانيا، تلاقي نابليون، في كل دول سفاحين سفاحين بمعنى الكلمة، بيخشوا بيحرقوا الاخضر واليابس.
بيدبحوا كل البشر اللي بيشوفوهم، مش في دماغه ده مسلم ولا كافر، وان كان بيبقى هو على المسلمين اشد حقد. ليه بقى هو على المسلمين اشد حقد؟ لانه هو عارف ان الناس دي جواها قوة كامنة، لكن محدش عارف يستغلها منهم بسبب فشل الادارة. لكن هو عارف ان لو جه حد يستغل القوة الكامنة اللي عند الناس دي هيهددوا ملكه وهيهدموه وهيعملوا وهيسووا. باختصار هم ما بيرحموش، سواء كده او كده هم بيدبحوا. دي يا جماعة الصورة اللي ماشية في الارض من اول التاريخ، من اول ما فرض الجهاد على سيدنا ادريس عليه السلام والى هذه الساعة. عايز اخش في الموضوع بقى، لكن عايز اعجاب بالفيديو. الاخوة الجدد يشتركوا في القناة، والاخوة جميعا يفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم اشعار بالجديد، وجزاكم الله خيرا. الاخوة اللي عايزين يدعمونا يدعمونا بمشاهدة الفيديو من اوله الى اخره عشان المشاهدات ترتفع والتفاعل يزيد وخوارزميات اليوتيوب تنشر الفيديو اكتر، وجزاكم الله خيرا. هل ستمتلك تركيا السلاح النووي؟ بطبيعة الحال التقرير الاسرائيلي اصلا اللي انا بحدثكم عنه ده جاي من المدير من ادارة الامن الداخلي لليهود لاسرائيل، بيقولوا ان شرق المتوسط سوف يتغير بشكل رهيب جدا في الوقت في الفترة القريبة، والسبب ان التعاون الباكستاني التركي خلاص اصبح غير محدود واصبح خارج عن السيطرة. وباكستان عندها 160 رأس نووي، ده حسب كلامهم، تلقى عندها اكتر من كده، وتركيا عندها البنية الاساسية اللي يمكنها تصنيع كل شيء تقريبا، وبالتالي منصات الاطلاق ومنصات الدفاع الجوي اللي ممكن تحمي اجواءهم والامور دي كلها. فهذا التقرير لا يرى ان هناك قوة يمكنها ان تمنع تركيا من امتلاك السلاح النووي. على فكرة اردوغان قال هذا الكلام بس بشكل مخالف، هم قالوه بشكل احقاد وبشكل ان ده خطر على امن اسرائيل وبشكل ان ده مش عارف ايه، انما اردوغان قالوا بشكل تاني اللي هو موضوع القوة وانطلاقة تركيا والامور ديت. ان شاء الله تركيا سوف تمتلك الرادع النووي عما قريب، ده ان ما كانتش امتلكته اصلا. ده تركيا اطلقت الوقت اقمار صناعية كتير، والوقت يعني الامور يعني تركيا في استقلالية، تركيا بتستقل من الناحية العسكرية تماما عن الشرق وعن الغرب. ان شاء الله رب سبحانه وتعالى يجعل تركيا قوة للاسلام والمسلمين. تركيا ان شاء الله ان تمكنت سوف تنقل كل هذه التقنيات الى بلاد المسلمين بحسب الامن القومي المرتبط بالجميع. يعني مش هتسيب فرصة لحد يخش في العمق الاسلامي تاني. هيتعلم من غلطة السلطان سليم الثالث الله يرحمه، كان قاعد غافل وما عندوش جهاز مخابرات، وفوجئ ان نابليون بيغزو الشواطئ المصرية وكده. الزمن هذا ولا خلاص، الوقت في ادارة صحية، وان شاء الله الدولة الاسلامية عائدة اللي هي بقى الولايات الإسلامية المتحدة. للأسف هتيجي في البداية في صورة دول علمانية، لكن مع زيادة الثقافة والوعي عند الشعوب سوف تتحول إلى حكم إسلامي إن شاء الله رب العالمين. أدام تكلمنا عن تركيا يبقى لازم نتكلم عن العراق عشان كمان الموضوع مرتبط. العراق يا سيدي باختصار الوقت الكاظمي اللي هو رئيس الوزراء العراقي أعلن اعتقال عصابة الموت اللي هي نشرت الرعب في البصرة. باختصار هذه العصابة يوجه إليها الكاظمي تهمة حوالي 500 إلى 600 قتل، يعني 500 أو 600 تهمة بالقتل العمد موجهة إلى 16 فرد في هذه العصابة. اتقبض على 4 بالفعل منهم والتحقيقات شغالة، والباقيين بقى ما تعرفش هربوا الى ايران ولا جاري مطاردتهم ولا مستخبيين. هيظهر في الايام القليله باقي افراد العصابه، وممكن ما يكونوش 16 بس. كانوا بيعملوا ايه دول؟ هم دولت في الحقيقه من وجهه نظري انا هم اللي اخمدوا الثوره العراقيه اللي جت في نهايه 2019 في اكتوبر لو فاكرينها. اخمدوها ازاي؟ ما هم كل النشطين دولت قتلوا على يد هؤلاء. كل ما حد ينشط ويبدا يلم في الناس ويبدا يكون عنده قدره على القياده وقدره على ان هو يعني يحرك الناس وعنده حماس ان هو بيصبح يجمع الشباب وكده، ده كان بيتم اغتياله فورا
قتلوا بالتحديد اعتقد لحد دلوقتي اللي هم يعني اللي هم متهمين فيهم 545 واحد، ولسه الحبل على الجرار، يعني لسه القضايا بتتكشف، يعني بالتحقيقات معاهم ممكن يوصل الموضوع الى 1000 او يزيد عن الـ1000. لكن ليه هم اختاروا دول بس؟ ما انا قلت لكم يا جماعة المظاهرة دي قد ما هي مفيدة قد ما هي مضرة كذلك، يعني فيها ضرر كبير. يعني المظاهرة ديت بيبقى ايه، الشعب في الحقيقة بيبقى يعني بيبقى صندوق اسود مغلق بالنسبة للمخابرات، مش عارفين ايه اللي حاصل جوه ومين اللي حاصل ومين اللي مستعد للتظاهر ومين اللي مستعد للتضحية، هم مش عارفين الحاجات دي كلها. لما بتحصل مظاهرة ايه اللي بيحصل؟ بيطلع الناس، المخابرات بقى تطلع ترصدهم بكل اريحية عن طريق العملاء بتوعهم، ويحددوا الاشخاص اللي هم الخطرين، ويحددوا الاشخاص اللي هو يجب التخلص منهم، ويحددوا الاشخاص الفاعلين، وبيعمل الموضوع ده ويحدد الاشخاص اللي ممكن ولاؤه ينقلب ويدسوه، يعني يعني بيستفيدوا فايدة جامدة جدا من المظاهرات. لذلك حتى ايام الانجليز في مصر كانوا الانجليز بيسمحوا بالمظاهرات كذلك عشان خاطر يحصلوا نفس المنفعة ديت، لانها منفعة بالنسبة لهم خطيرة وكبيرة جدا. في الحقيقة انا اعتقد ان هذا كمان تمهيد لخروج امريكا وخروج ايران من العراق. ازاي هم هتنزل عليهم يعني تقوى من السماء وبعدين يخرجوا؟ لا يا حبيبي، الناس دي ما تعرفش الكلام ده، الناس دي سفاحين. امال اللي هيحصل؟ هيخرجوا بناء على قانون العصابة، بناء على ان القوة تفرض الواقع وتحميه، بناء على ان الجزمة اصدق انباء من الكتب، بناء على حذاء خراشوف في الامم المتحدة. هيخرجوا بنفس القانون اللي دخلوا بيه، دخلوا بالقوة وبالجبروت، ومش هيخرجوا إلا بالقوة والجبروت. لكن الفرق إيه بقى؟ لما هم جم دخلوا في ناس كتير اتصدوا لهم، فأسقطوا تقريبا 2 3 مليون قتيل، وشردوا يمكن 30 40 مليون من العراق وسوريا، وحتى من بلاد المسلمين التانية ليبيا ومصر وغيرها. فطبعا هيخرجوا بناء على نفس القانون. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان ايران دلوقتي ما عادش ليها اي لازمة عند الروس في الحقيقة. ازاي الكلام ده؟ ما هي الوقت ايران كان هدفها في العراق ان هي تسرق وتنهب، لكن هي داخلة العراق حقيقة بدعم روسي، هي ما كانتش تقدر تدخل العراق عنادا في الامريكان من غير الدعم الروسي، لازم الدعم الروسي. طب روسيا كانت عايزة ايه؟ روسيا كانت عايزة تهدد السعودية والكويت عشان يخففوا انتاج النفط، لان الامريكان بيحاربوا الروس بالنفط الكويتي والنفط العراقي والنفط السعودي. فلما ايران تخش تزاحم هتعرقل شويه في الانتاج العراقي، وهتهدد الكويت وهتهدد السعوديه، وبالتالي ممكن بوتين من وجهه نظره ان هو يضغط على الخليج ويخليه يخفف انتاج النفط خوفا من ايران. لكن السياسه بتاعته فشلت. ليه فشلت سياسه بوتين؟ لانه هو بنيها على اصل خطأ. هو متوقع ان تهديد الكويت او تهديد السعودية سوف يؤدي الى انهم يخافوا على امنهم القومي. هذه مقدمة خاطئة ادت الى نتيجة خاطئة. هم مش بايديهم حاجة ولا يعنيهم امنهم القومي، وامنهم القومي لا يساوي اي شيء جنب اوامر الامريكان. يعني الامريكان باختصار بيضحوا بالبغال حكام العرب في سبيل محاربة روسيا. اكتر الناس تظن ان الحروب بتتوقف، الحروب ما بتتوقفش، لكن الحروب الحديثة خدت صورة تانية خالص مختلفة. ايه هي الصورة المختلفة؟ قال لك بدل ما نحارب بالجنود والاسلحة خلينا الاول نحارب حرب اقتصادية، والدولة اللي هتسقط اقتصاديا مش هتقدر تصرف على العسكرة بتاعتها فهتسقط عسكريا، يبقى احنا كسرناهم باقل الخسائر. وهم عملوا في الاتحاد السوفيتي الموضوع ده، وكلكم شفتوا الاتحاد السوفيتي ايه اللي حصل له. لكن باقي العالم بسرعة انتبه الى هذه المسألة وبدأ ان هو يراجع حساباته، فمحدش بقى يسمح بكسر اقتصاده. فهم عايزين يكسروا الاقتصاد الروسي بالبترول الخليجي مع الحصار على روسيا من ناحية اوروبا، وكانوا عايزين تركيا تمنع مرور الغاز الروسي من الاراضي التركية، وأردوغان رفض، لحتى رفض قبل الانقلاب العسكري،
وده من الاسباب اللي خلتهم يعجلوا بالانقلاب العسكري، لان الانقلاب العسكري في تركيا فشل، لان هم جاءوا به في وقت غير مناسب. يعني اردوغان دفعهم الى ان هم يعملوا اقصى ما عندهم، عملوا الانقلاب العسكري في وقت غير مناسب ففشل، وجت نتيجة فشل ويابو الشباب انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد طبعا من حيث النفوذ العالمي، وأصبح إيه كل واحد الوقت بيتجرأ عليها. كوريا الشمالية ازدادت استعارا عليها، الصين خلاص، الصين لو الانقلاب العسكري في تركيا نجح كانت هتخضع للابتزاز الأمريكي، ما هي قبل ما ينجح كانت خاضعة للابتزاز الامريكي، وكانت بتشتري سندات امريكية وعارفة الفلوس مش هترجع، وبتدي قروض وعارفة الفلوس مش هترجع وكذا. لكن بعد ذلك كانوا بيخططوا لهم على ما يبدو من تحت الترابيزة، ويبدو ان كان هناك شغل مخابراتي كبير بين اردوغان والروس والصينيين، وما تستبعدش طبعا الباكستان كمان. وبالتالي اللي حصل فشل الانقلاب، انقلبت الدنيا رأسا على عقب. وخليني ارجع لموضوعي الوقت اللي حاصل، رئيس الوزراء العراقي الجديد القازمي عامل ايه؟ القازمي بيحمي المظاهرات، غير ايام عادل عبد المهدي كان عاجز على الموضوع ده، وكان الناس بينزلوا، كانت بتنزل العصابات ان هي تقتل القيادة والريادة بتاع الثورة، عشان كده قدروا يخمدوها في وقت يعتبر يعني قياسي. وبالتالي عادت السيطرة لإيران ولعصابات إيران داخل إيه؟ داخل العراق. الصورة دي دلوقتي اختلفت، واضح إن التعاون المخابراتي بين تركيا وبين العراق واضح أثره بشكل كبير جدا، إن هم يوقعوا العصابات ديت ويمسكوا الرؤوس، والرؤوس طبعا هتجيب اللي تحتيهم. الوقت عضو العصابة نفسه أصبح غير آمن، وبعد كده أنا واثق هتفتح بقى من تحت الترابيزة كمان، يعني في الغرف المظلمة هيفتحوا ملفات إيه؟ ملفات التعاون الأمني مقابل الأمن الشخصي، وهذا الملف لو فتح للعصابات هيهرول إليه أعضاء العصابة بناء على قانون العصابة، لأنه أي واحد فيهم حاسس إن إيران ما عادتش قادرة تحميه، اللي هيحصل إيه؟ هيدور على أمنه هو، يا اما هيهرب من العراق، يا اما ان هو يفكر في شراء امنه بان هو يخبص على الاخرين ويطلع اخبار واسرار العصابه بتاعته، وبالتالي كله هينهار ورا بعضيه على هذه الطريقه. وبهذه الطريقه سوف يتم تفكيك كل عصابات ايران في العراق باقل الخسائر الممكنه، وليس بالصدام المسلح مع الجيش العراقي، وليس بالصدام المسلح مع قوات تركية محتمل ان هي تخش. يعني هيحصل عملية تفكيك لهذه العصابات بشكل او باخر. طب هم عايزين ايه من العراق؟ تركيا عايزة امنها القومي عشان مشاكل الشمال العراقي والعمليات الارهابية على حد كلامهم اللي هي بتؤثر على تركيا بشكل سلبي، وتركيا عندها ده هدف تركيا المعلن، لكن هدف تركيا الخفي حقيقة هو عودة الخلافة الإسلامية. يعني باختصار شيعة العراق لو وجدوا معاملة حسنة من سنة العراق، اللي هيحصل ان هم خلاص لقيوا ايران وشافوا وجهها القبيح. يعني ايران الاول كان الخميني بيقول لهم ان هو الرجل الصالح، وصدام ده الرجل اللي بيدبح فيهم، وعشان كده كان بيكسب قلوب الشيعة بسهولة. إنما بعد ما راح صدام جت العصابات الإيرانية اللي أو العصابات المدعومة من إيران، جت هذه العصابات طبعا بيّنت الوجه الحقيقي والهدف الحقيقي لإيران، وبطبيعة الحال الشعب بقى يكتشف الموضوع وكرهها. وبالتالي هو الوقت متخوف من عودة أهل السنة إلى الحكم، لكن انا اتوقع ان هو على الاقل هيقول لك ايام صدام كنا احسن من كده، ومحدش هيقدر ينكر الموضوع دوت، ما كانش فيه فقر، ما كانش فيه جوع، كان العراق له وضع مختلف تماما. صدام طبعا كان ديكتاتور في كل حياته. طبعا انا صدام بالنسبة لي انا رجل مات على الاسلام، لاني سمعته باذني هذه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على حبل المشنقة، وشفنا له المحاكمات على مدار عدة أشهر وهو ماسك القرآن وكده. واحد يقول لي بيكون بينافق، أقول لك ماليش دعوة هو بينافق ولا لا،
انا الوقت شفت الظاهر بتاعه على هذا الامر بينافق ما بينافقش ده بينه وبين الله، ربما الازمه اللي عاشها هي غيرت من حياته غيرت من سلوكه والله اعلم. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. في تعليقات طبعا هتقول لي بعد ما قتل الالاف وقتل مش عارف ايه، اقول لك ولا لي اي علاقه بالكلام ده كله، هذه الامور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى القتل لا يخرج من مله محمد على فكره، وعصابات الحرابه نفسها بتبقى تعامل على ان هي مسلمه برغم ان هي عصابات حرابه، ده بقى عايز حلقه لوحده برضه. طيب ايران عايزه ايه من العراق؟ ايران عايزه من العراق ان هو يفضل ورقه في يدها تساوم بها روسيا. ليه؟ لان الوقت ايران ما عادتش تجد نفسها لها منفعه كبيره عند روسيا زي الاول. يعني هو هدف دعم الروس من ايران مسالتين مهمتين، ايه هما؟ الاولى القرب الجغرافي الكبير جدا اللي هو يخلي روسيا دايما تبقى حريصه على ان هي ما تخليش في نفوذ امريكي داخل ايران، عشان لو في نفوذ امريكي داخل ايران هيعملوا قواعد وهيهددوا الامن القومي الروسي وهيهددوا روسيا كلها بالصواريخ، فدي مساله هي يعني هم مخدومين فيها كده من عند الله سبحانه وتعالى بسبب الموقع الجغرافي، ودي مساله مش قليل على فكره. لكن الكارت الثاني برضو كذلك كارت مهم جدا، ايه هو؟ ان هم يبقوا وكلاء روسيا في العراق، هكذا كان دورهم اللي هم خايفين يفقدوه الوقت. طب خايفين ليه؟ هيفقدوه مش هيقدروا ياخدوا تسليح من روسيا، ومش هيقدروا ان هم يعني يسرقوا في بترول العراق، ومش هيقدروا يبيعوا الغاز بتاعهم الملوث للعراقيين بأربع أضعاف السعر العالمي. طبعا الضغوط التركية على روسيا أشد من الحاجات دي بكتير، وقلت لكم قبل كده هناك مصالح مشتركة بينهما كبيرة برغم الخلاف الأيديولوجي وبرغم الخلاف العقائدي، إلا أن الوضع البريغماتي يجبر الروس ويجبر الأتراك على أن هم يتعاملون مع الأعداء، لانه لو ما تعاملوش مع الاعداء العدو هياكلهم كل واحد على حده، والاثنين فاهمين الموضوع ده بشكل جيد. طب روسيا عايزه ايه؟ روسيا عايزه الخليج يتوقف عن حرب البترول، وبوتين في كاس العالم عرض على ابن سلمان وابن سلمان ما سالش فيه، لانه في الحقيقه ابن سلمان لا يملك هذا القرار. يا جماعه ما فيش حاكم عربي يملك قرار نفسه، كل واحد فيهم أقل من غفير نظامي في المخابرات الأمريكية، لازم تحطوا في دماغكم الموضوع دوت. مفيش واحد فيهم فاعل مرفوع الرأس أبدا، جميعهم مفعول به مضروب بالجزمة، لازم تحطوا في دماغكم الحكاية دي. فباختصار بوتين فهم اللعبة وفهم أنه القرار مش في يد الخليج، القرار في يد الامريكان. فالامريكان الوقت هيلاقوا قدامهم حاجه من اتنين، هم خارجين من العراق رغم انوفهم، وبالتالي الكويت والسعوديه والامور دي هيخرجوا منها كذلك، لان الامور سوف تزداد سوء بالنسبه لهم. ولو ما عملوش كده وما رضخوش للموضوع دوت يبقى هتحصل مشاكل كبيره، وممكن تركيا تغلق عليهم شرق المتوسط، وتيجي إيران بأوامر روسية تتدخل وتغزو الإمارات مثلا، ودي أكبر دولة هتكون مرشحة للغزو، لأن تركيا هتوافق على غزو الإمارات. أنا أجيب لكم من الآخر، تركيا هتوافق على غزو الإمارات بشروط طبعا، وتركيا هتوافق على غزو البحرين برضو بشروط، لكن لا أعتقد أن هي هتوافق على غزو السعودية، ومن المستحيل ان هي توافق على غزو قطر، ومن المستحيل ان هي توافق على غزو الكويت. طب ليه هتوافق على غزو الامارات؟ عشان خاطر اصلا الامارات الشعب ما عاد عربي هناك، الامارات حصل فيها تغيير ديموغرافي، يعني العرب بقوا أقلية. في اخ بيقول لي 45% من السكان، انا اتحققت من الموضوع، العرب في الامارات الوقت اللي عايشين هناك اقل من 900,000 واحد، هم كلهم على بعضهم، بينما هناك عايش 10 مليون واحد، يعني الغالبية العظمى هناك للأجانب مش للعرب. فتركيا من هذا الباب سوف توافق من تحت الترابيزة
على غزو الإمارات عشان تطير الناس دي كلها وتخليهم يهربوا ويعودوا من حيث أتوا. عموما لا أعتقد أن أمريكا من الغباء أن هي تترك الأمور تصل إلى هذا الحد. أعتقد سوف تقدم تنازلات كبيرة، وهذه التنازلات هي بقى الأسباب اللي هتجبر أمريكا على الخروج من العراق بشكل كامل، وبعدين هتبدأ تفكر بقى في نفوسها في الخليج، وبعدين هيخرجوا حقيقة، ما قدمهمش حل تاني في حقيقة الأمر، إن آجلا أو عاجلا هيخرجوا. لما تركيا تمتلك السلاح النووي، الدول الغربية بشكل مباشر مش هتقف مع الأمريكان أبدا. يعني باختصار هتيجي تركيا تغمض عينيها بكل أريحية، وهتسمح للروس بالخروج والوصول إلى البحر المتوسط من خلال المضائق والمياه التركية، وبالتالي هيكون السيسي وأمثاله في خبر كان. يعني باختصار النفوذ الأمريكي بينهار في المنطقة، والمسألة بقت واضحة وضوح الشمس. عايزين بس نتابع أخبار القزمي ونشوف الكاظمي هيعمل ايه مع العيال دول، والايام القادمه حبلى بالكثير على فكره، بس هل هتطلع اخبار الغرف المظلمه ولا مش هتطلع، ولا يطلع تلميح فيها للصحافه ولا مش هيطلع، ده اللي هنشوفه مع بعض. اكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء اخر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.